حلف القمر يمين وقال لي يا حلوة ساعة ما شافك في الحسن لا بعدك ولا قبلك. مين منا ما بيتذكر هاي الأغنية، أو على الأقل مشاعره بتتحرك لما يسمع هاي الأغنية. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة في برنامجنا. رح نحكي بحلقة اليوم عن الأغاني المشهورة بفترة الثمانينات، مين أشهر المغنيين بهديك الفترة، شو أنواع الأغاني اللي كانت تقدم، وكمان شو الهدف منها ودور الأغاني وتأثيرها على الصعيد الاجتماعي. قبل ما نغوص بتفاصيل حلقتنا لليوم، تعالوا نسألكم مشاهدينا ونسأل الشارع، شو أكتر أغنية كانت بباله وما بينساها من فترة الثمانينات ولهلأ بيرددها؟ اشهد يا عالم علينا وبيروت لشفيق بها وين رم الله. هل يا ترى كل واحد كان جاء عباله يغني فيبلش يغني؟ أكيد لا. الأغاني زمان والمغنيين زمان كان لهم قيمة ووزن، بمعنى إذا حدا قرر يغني فعلا لازم يكون صوته جميل جدا وإحساسه عالي وقادر يوصل هذا الفن للناس. ففعليا كنا نعرف عدد محدد وقليل من المغنيين، وفعلا كانوا مشهورين لأنهم ما كانوا كتار، وبالتالي أي حد كان بده يكون مشهور أو فنان أو يغني فعليا كان يملك من الإحساس والصوت والموهبة الكثير. الأغاني فترة الثمانينات تتميز بالمعنى، بإلها معنى، إلها هدف. أنا كنت أحب أسمع لعبد الحليم، أغاني زمان كانت أحياناً تكون هادفة. مش بس المغني كان صوته جميل أو لازم يكون فعلاً على قد المسرح أو الغناء، كمان الاهتمام بتفاصيل الأغنية كان يكون كثير مهم، فاللحن الجميل والكلمات المميزة إضافة للصوت الحلو هم ثلاث ركائز أساسية لحتى فعلاً تطلع فيها الأغنية جميلة جداً، وهذا السبب اللي خلى الأغاني بفترة الثمانينات عالقة لليوم بأذهاننا وبنسمعها حتى اليوم. أغاني الأطفال كانت مميزة وكان لهم حصة جميلة من الأغاني، وتعالوا نستذكر إحنا وياكم أحلى هاي الأغاني. أغنية حبيبة بابا رشا لمحمد ثروت، أغنية إبريق الشاي واللي كانت من غناء سيد الملاح، وأغاني ذهب الليل وطلع الفجر، وأغنية أنا الفرخة وإحنا الكتاكيت، أغنية غسل وجهك يا قمر، أغنية ماما زمنها جاية، وكثير من الأغاني اللي كانت تغنى للأطفال. ما رح ننسى كمان أشهر اللي غنوا للأطفال، عبد المنعم مدبولي، صفاء أبو السعود، وكمان أغنية أعطونا الطفولة اللي انشهرت جدا واللي لليوم تغنى أيضا للفنانة ريمي بندلي. إذا بدنا نحكي عن الأغاني الوطنية فكان إلها دور جداً مهم وكانت جزء من المقاومة، تحديداً بعد اندلاع الانتفاضة الأولى عام 87، مثل أغنية طل سلاحي، أغنية أنا يا أخي، أغنية عهد الله ما نرحل. وأيضاً من أشهر الأغاني الوطنية بالثمانينات أغنية اشهد يا عالم علينا وعلى بيروت، أغنية والله لزرعك بالدار. كانت الأغاني الوطنية تنتج عشان تسجل أحداث تاريخية مهمة بالثورة الفلسطينية، وإذا بدنا نحكي عن أشهر الفنانين أو الفرق اللي غنوا للثورة هي فرقة العاشقين الفلسطينية.
أنا عم بحلم ليل نهار بالورد المليان زرار، هالأغنية المشهورة للفنانة ماجدة الرومي. وإذا حبينا نحكي شوي عن طبيعة الأغاني والكلمات، فرح ننتبه إنه لكل مغني طريقة ولون وأداء وكلمات معينة بتخصه. وماجدة الرومي تحديدا كانت من الفنانات اللي بتهتم بمتابعتها، خلينا نحكي الناس أصحاب الذوق الرفيع أو الناس السميعة بلغة عامية. ففعليا كانت ماجدة من الناس أو من المغنيات المشهورات جدا بفترة الثمانينات، إضافة إلى فنانات وفنانين كثار أكيد ما رح نقدر نحصرهم بحلقة اليوم. مين منا بيقدر ينسى أغاني الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير، جورج وسوف، حميد الشاعري، وكثير من المغنيين اللي فعلا ارتبط اسمهم بهديك الفترة. طيب تعالوا إحنا وياكم نتابع ونشوف شو أكتر مغني كنت تحبه. لولاك ما حبيت لحميد الشاعري وهاب توفيق. مايكل جاكسون من أكثر الفنانين الأجانب اللي كان لإله شهرة كبيرة وكنا نتابعه ونسمعه، إضافة إلى جورج مايكل وكثير من الفرق الأجنبية اللي ذاع صيتها بهاي الفترة. كانت الأغاني تسجل على الكاسيتات والأشرطة والأسعار كانت مقبولة بهداك الوقت، بس الكاسيتات ما كانت متوفرة بكل مكان، يعني أماكن تواجدها بالأماكن السياحية وبالعاصمة مثلا. طبعا في جهاز كان اسمه الووكمان، كانوا الناس يسمعوا الأغاني من خلال وضع الشريط بداخله، وكانوا يسمعوا الأغاني بالباصات والتاكسيات. والإشي المميز أنه لما كانت تيجي هاي الأغنية المفضلة لإلهم يرددوها ويغنوها وينبسطوا عليها كتير. طبعاً إشي كان مميز بفترة الثمانينات، خصوصاً المراهقين اللي كان مثلاً ما عنده أغنية معينة أو ما بيملك الكاسيت، يجيب كاسيت فاضي ويروح عند صديقه أو عند صديقتها وينسخوا الأغاني اللي كانوا كتير يحبوها، وبالتالي حتى الأغاني كانت تنتقل من شخص لآخر بطريقة مميزة وبسيطة. الهدايا اللي كانت تتميز بفترة الثمانينات جزء مهم منها هي كاسيتات الأغاني، صحيح فكان الخاطب أو الحبيب أو العاشق اللي والهان إذا بده يهدي هدية مميزة فكان يختار كاسيت لمغني مفضل لشريكه مع وردة جميلة ويقدمه كنوع من الهدايا المميزة، وفعلا هاي الهدايا كان لإلها قيمتها الكبيرة. ما حدا بيعبي مطرح بقلبي، كيف لك قلبي تجافل حبك هل محبي، ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، خبرني يا حبي خبرني يا حبي. الأغاني هي مش مجرد كلمات وألحان، الأغاني هي أحاسيس ومشاعر، مواقف، ذكريات وأشخاص. لهيك مجرد ما نسمع أغنية يمكن مضى على إنتاجها سنين وسنين نرجع نستذكر نفس الموقف ونفس المشاعر، ويمكن القلب دقاته تزيد. سلامات.